رقم كبير جدا، لعيب بيلعب على طول لقدام. قفشه النهارده صنع اكتر لاعب صنع فرص، صنع 5 فرص، يمكن 5 فرص وصل للعدد من الفرص النهارده، ده الفرصه التاسعه ليه في الدوري، يعني بعد ما صنع 5 عدى علي معلول، بقى اكتر لاعب في النادي الاهلي صنع فرص 9 فرص. اكتر من قام بتمريرات طوليه 20 تمريره، ده اللي انا بتكلم عليه، 20 تمريره طوليه. اللونج باص بتاعه الرؤيه لقدام مهمه جدا، نسبه دقه التمريرات الطوليه 60%. ايوه يعني 12 من 20 صح. عدد التمريرات القصيره 33، تاني اكتر لاعب عامل عرضيات طبعا عشان هو كان متخصص الضربات الركنيه، قطع الكوره 6 مرات، حصل على خطأين وارتكب خطأين. أيوه. يبقى اذا قلنا دور عمرو السوليه استعاده الكره الثانيه السكند بول، دور قفشه بيديك عمليه الاستحواذ، وفي نقود قفشه متالق في مركز 8، يعني بصراحه كنت مستغرب جدا في مركز 8 ان هو متالق كمان اكتر من 10. مستغربين حضرتك. بصراحه يعني تالق رهيب في المركز 8 دوت، ان هو كمان براعه فايلر في استخدام محمد مجدي قفشه في المركز ده. طيب خلينا نروح بقى لمحمد هاني ولمحمود وحيد.